طيب تعالوا نروح لتقرير دلوقتي عن توقيع بروتوكول تعاون ما بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة الإخوة الإنسانية. نتابع التقرير ونرجع تاني. النهاردة بتوقيع البروتوكول بيبقى فيه نوع من أنواع الدعم من خلال مؤسسة فاهم للدعم النفسي، من خلال الكوادر الطبية النفسية المتواجدة في المؤسسة نقدر إن إحنا بالتعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية نقدر إن إحنا نساعد هذه الأسر. باخد طبعا فرصة ومناسبة إن أنا أهني مونسينيور دكتور أندري يوهانس جيد على قرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض في العاصمة الإدارية لبناء مستشفى بامبينو جيزو، وهو المستشفى العالمي المتواجد في الأراضي الإيطالية. والحقيقة أنه قداسة بابا روما كان عنده من النظرة الإيجابية والموافقة أن يتم فتح فرع لهذا المستشفى على أرض الدولة المصرية، وكمان كرم زائد من السيد رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة الأرض للمستشفى. المستشفى بيشتغل على الحالات المرضية للأطفال بمختلف أنواعها، بالتأكيد أنه الأطفال والأمهات اللي بيدخلوا هذا المستشفى محتاجين أيضا للدعم النفسي. فالأمراض العضوية دائما ما تكون مصاحبة لتعب نفسي نتيجة طبعا للألام اللي الأولاد بيتعرضوا لها. النهاردة بلتوقيع البروتوكول أيضا بيكون في مجال التعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية في مستشفى بامبينو جيزو. النهاردة وقعنا بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية مع مؤسسة فاهم لتوحيد الجهود من أجل تقديم خدمة أفضل. دايما بنقول أنه لو كل واحد فينا سعى لوحده أن يعمل الخير هيعمل خير، لكن هيعمل خير قليل، لكن لما بنوحد الجهود مع بعض بنقدر نعمل أضعاف الخير، وده الهدف منه الوحيد، هو أنه نقدم خدمة أكبر لعدد أكبر من المحتاجين ليها. أنا بصراحة أشعر بالسعادة وبالفخر من التعاون مع مؤسسة فاهم، لأنه مؤسسة فاهم تفتح بابا جديدا في الخدمة في مصر، هو باب الدعم النفسي للأشخاص المحتاجين لدعم، زي بالضبط مؤسسة الأخوة الإنسانية اللي هي بتفتح مجال في إحنا عندنا كذا مبادرة، مثلا مبادرة مدرسة الأخوة الإنسانية لذوي الهمم، مشروع كبير بنسعى إلى تنفيذه في أرض الكنانة ليكون مكان تأهيل ومكان إعداد لذوي الهمم ولأسرهم.